انا كويس، ما عندي ايدي كويس الحمد لله. طيب معالي، كان لكم اجتماع امبارح مع ممثلين لبعض القطاعات وسمعنا في تطمينات فعليا، وانت اليوم في مجلس النواب وكان في مطالبات من مجلس النواب بفتح القطاعات، شو بتحكي في هذا الاطار وشو صار امبارح بالضبط؟ لا، هو امبارح سمعنا وجهات نظر من الاخوه بالقطاع التجاري واستمعنا لها وجهات النظر، واحنا يعني لم نذهب لنعطي اي تطمينات، لكن اجتماعنا معهم كان مهم، تعرفنا عن قرب عن ما يشكو منه يعني اصحاب هاي او العاملين في هاي القطاعات، وان شاء الله هاي الافكار اللي حكونا عنها لابد من دراستها وبما يتناسب مع وضعنا الوبائي، وسيتم معالجة الأمور حسب الوضع الوبائي وبنوع من، والقرار لن يكون لوزير الصحة وحده، هو القرار للحكومة بالتأكيد. طيب، سجلنا 900 حالة امبارح، يعني في تحسن كبير في الوضع الوبائي، ولكن موضوع السلالة الجديدة، هل أنت مستشعر أنه في خطر في هذا الإطار؟ يعني موضوع السلالة الجديدة نقوم بمراقبة الوضع وما يستجد من معلومات عن هذا الموضوع، وبالتأكيد سيتم التعامل مع أي من التطورات المتعلقة بهذه السلالة حسب هاي يعني كيف تؤثر على الوضع الوبائي. لغاية الآن الأمور تقول أنه في إمكانية أن تكون هذه السلالة يعني تنتشر بأسرع من السلالة القديمة، لكن بالتأكيد هذا يحتاج لبعض الوقت حتى نتأكد من مثل هاي المعلومات. معليك أخيرا، بعرف طولت عليك، لكن أنت كان في تصريحات سابقة حكيت أنه الأردن راح يكون من أول البلدان اللي راح يوصلها اللقاح، قاعدين نشوف في لقاحات في دول الخليج اليوم، احنا ليش لغاية الآن لم يصلنا؟ يعني احنا ما زلت بحكي انه من اوائل وليس اول دولة، يعني من اوائل دول اللي بالمنطقة اللي بصلها، لكن ان شاء الله في غضون اسابيع قليلة سيكون متوفر في المملكة، ونقوم بالتحضير لبدء هذا البرنامج بطريقة عادلة ان شاء الله. شكرا.